السلام عليكم. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. خلينا نعمل النهاردة إن شاء الله على دخول المدارس، نبدأ نعمل وجبات حلوة لأولادنا، وكل مرة بنحسن فيها. يعني كل الحاجات الريسبيز دي تقريبا اتعملت قبل كده، بس كل مرة بنظبطها أحسن. دي هتبقى جيدة قوي الوجبة دي، من لو أنا عندي ولاد عندهم نحافة وعندهم الامتصاص صعب، هعمل لهم حاجة حلوة قوي دي سهلة الامتصاص. تاني حاجة هزود لهم فيهم البروبيوتيك، يعني الوجبة دي فيها البروبيوتيك عالية قوي، اوكي، اللي هي وعندها فيها انزيمات الهضم عالية قوي، مش هتتعرض لحرارة عالية، بحيث ان انا الحاجات دي البكتيريا دي هحافظ عليها. دي حاجة. بعد كده لو انا عندي حد مثلا الولاد اللي خدوا انتيبيوتيك مدة طويلة، اللي اخدوا مضاد حيوي، او حتى يعني اسبوع يكفي، اوكي، او اي حد خد مضاد حيوي محتاج يعوض البكتيريا النافعه، فالوجبه دي من الحاجات الكويسه. زائد الحاجات كتيره اللي احنا حكيناها، منها الكيفر لو موجود في بلادكم، المخللات اللي احنا بنعملها في البيت مش بنشتريها، عشان سألوني على المخللات بتاعه البيت قبل، اللي بنشتريها من بره، هل هي لو هي عليها اي ماده حافظه، يعني ماده حافظه يعني بتقتل البكتيريا، يعني انا ما استفدتش حاجه كبروبيوتيك، انا واخده خضار كده يعني طري وبيتاكل بس، لكن البكتيريا يعني معظمها هتموت من المواد الحافظه، اوكي، اللي هم حاطينها على المخلل. لو في، انا مش عارفه هيكون فيها ولا لا، بس حاجه البيت يعني اضمن. انت عارفه انت حاطه نوعيه الملح، كمان ملح مش بيرفع الضغط، نوعيه ملح حلوه هحطها، كميه الملح مش كبيره، كل ده هتحكم فيه في بيتي، اوكي. فانا دلوقتي بقولنا وجبه، اي حد بعد الكيماوي وجسمه بيكون يعني تقريبا برضو النظام البكتيريا النافعه كله، البروبيوتيك مش مظبوط وكل حاجه مش مظبوطه، والهضم والامتصاص مش مظبوط، فالحاجات دي كلها هتبقى سهله الهضم والامتصاص وهتفيدنا، وتبدا تظبط المناعه وتظبط البروبيوتيك في جسمهم. كل ده من الوجبه البسيطه اللي احنا هنعملها. كل المطلوب مننا ان احنا يعني على الأقل من 24 ساعة أو 48 ساعة أنقع كل الحاجات اللي هي المكسرات اللي عندي في البيت. وطبعا الحاجات اللي بزرعها دي كمان قصة تانية، ودي مهمة قوي، بتدخل في نظام أكلهم ونظام أكلنا، يعني إحنا كلنا محتاجين ده، ولكن أكتر يعني أنا لازم أقوم دلوقتي وأعملها لو أنا عندي مشاكل في الولاد، أي نوع أو حد عيان أو حد أخد مضاد حيوي زي ما قلنا. أوكي، هاخد بقى نوع المكسرات اللي أنا استعملتها النهاردة. استعملت اللوز، هنقعه، أنا نقعته دلوقتي مثلا 48 hours، يعني حوالي يومين، بس اغير المية، يعني كل كم يعني مثلا 12 ساعة اغير المية واحط له مية جديدة، ممكن 24 ساعة هي بيمشي، اوكي. دي حاجة. ممكن انقع التمر، انقع السمسم، شوفوا كل ده انا هخليه البذور والمكسرات، هفك كل المواد اللي فيها اللي هي بتكون مرتبطة مع الفايتك اسيد، المواد اللي هي ممكن تكون صعب الامتصاص بتاعها، كل ده هفكه وهخليها اسهل في الهضم، وهعمل بكتيريا نافعه. حتى التمر انا نقعته في حاجه كبيره، بس انا دلوقتي الكميه اللي انا هستعملها، شوفوا كمان التمر ده بقى غني بالانزيمات وافيد، كل ده هنقعه وهنعمل بيه اكله حلوه قوي. انا بعد ما نقعت كمان اللوز، لو انا عندي حد عنده مشاكل كمان في الهضم، يستحسن ان انا هشيل القشور. بعد ما نقعته القشور بتتشال بسهوله قوي، شوفوا يعني انا كده، دي انا قشرتها بسهولة، هتلاقوا القشور اتشالت، وممكن اخليه كله بدون قشور، يعني انا ممكن اشيل كل ده. بعد كده كل ده هاخده اجففه من المية، خلاص انا كبيت المية، اي مية نقع هستغنى عنها، هجففه من المية كويس واطحنه. الطحين ده اللي انا هطحنه بقى، لو انا نشفته كويس من المية هيديني زي الطحين بس مبلول شوية، بيمشي حاله، احطه في التلاجة واستعمله في كل الوجبات اللي هعملها للولاد، اوكي. ممكن اعمل منه حليب كمان للولاد، كل الحاجات دي هتديني حاجة سهلة قوي. او ممكن هعمل الوجبة اللي انا هعملها دلوقتي ليكو، ده بعد الطحن بقى طحناها، دي ممكن احولها لحليب، هنعمل لها حلقة، ممكن اعمل بيها اي حاجة، ممكن احطها في التلاجة واي وقت ابقى يعني واعمل كمية كبيرة، ممكن تقعد معايا لحد شهر في التلاجة، واسحب منها شوية واعملهم، اوكي. دلوقتي انا طحنة كوباية من اللوز المنقوع ونص من السمسم المنقوع، كله منقوع وشلت المية منه كويس قوي وطحنتهم، شوف هنعمل بيهم ايه. هناخد كوب من الزبادي، ده كمان بروبيوتيك حلو قوي،
اوكي، ونحط عليهم بيضة، هنضربهم كويس قوي. انا كده عندي بروتين وبروبيوتيك زيادة فوق اللي انا مجهزاه. هحتاج حوالي ربع فنجان من زيت الزيتون او زيت كوكونات، زيت جوز الهند. يعني انا عندي المادة الدهنية اللي هي الفات المفيدة، النوع الجيد من الفات كمان ضفته فيها. الوجبة دي كويسة للدماغ، للذاكرة، للصحة، لتكوين العضلات، للبروبيوتيك زي ما حكينا. هضيف بقى اللي انا مجهزاه من قبل، يعني انا لازم اكون طحناه مجهزاه من بالليل. انا كل ده بعمله الصبح دلوقتي بجهزه معاكم، يعني شوفوا مش هياخد وقت لو انا جاهز عندي المكسرات والسمسم اللي انا طحنته. انا دلوقتي مجهزه كوبايه من ال 1 كاب من اللوز اللي انا طحناه، اللي احنا نقعناه وطحناه، ونص كاب من السمسم برضو كان منقوع ونشفناه من الميه وطحناه، مع كوباية من الزبادي، وربع فنجان صغير من زيت الزيتون او زيت جوز الهند. السائل دلوقتي هو شوية حسيته خفيف، شوفوا انا زودت عليه، ممكن ازود معلقة كبيرة من النشا او معلقة كبيرة من الطحين، يعني مش هيفرق معلقة الطحين فيه او النشا لو انا مش عايزة احط طحين خالص وعندي مشاكل مع الطحين، فكل ده بينفع لحد ما ياخد القوام الوسط ده، يعني اتقل شويه من الكيك. اضيف له بقى التمر اللي انا كمان كنت نقعاه، فده كمان فيه انزيمات الهضم. شوفوا كده هي وجبه سهله الامتصاص، مشاكلنا كلها في الامتصاص دايما بنقول كده. بتحتاج بقى شويه حاجه بسيطه من الملح، احط لها حاجه بسيطه من الملح، واحط لها بيكنج صودا مع شويه من الخل. هنا دي معلقة من معلقة كبيرة من زيت جوز الهند او زيت الزيتون او الزبدة الطبيعية اللي يعجبكم المتوفر. وابدأ بقى احمرها كده على الناحيتين. انا حطيتها بطريقة عشوائية كده، اي حاجة سريعة على الصبح في لي ما بتاخد دقايق، طول ما انا عندي الميكس ده جاهز خلاص ما فيش مشكلة. ممكن اجهز كل الخليط من بالليل واضيف عليه الصبح بس شويه من البيكنج صودا، اللي هي نص معلقه بيكنج صودا ومعلقه صغيره من الخل، واقلبهم. هتلاقيها كانها لسه معموله دلوقتي، وابدا احطها. يعني everything يعني سهل ومتاح. ازود عليها بقى ايه كمان؟ ممكن ازود عليها، انا عملتها دلوقتي وجاهزه، الحلو بتاعها معقول. ممكن احط جنبها فواكه، ازود عليها عسل، انا عاده بحط عسل بس. ممكن لو انا عشان ازود البروبيوتيك زي ما قلنا ممكن احط معلقه كبيره من الساور كريم، هي فيها برضو البكتيريا النافعه، مع العسل، وازودها عليها، هتديني طعم القشطه الحلوه والحاجات اللي بياكلوها بره اللي هي مليانه سكر ومش طبيعيه، وفي نفس الوقت فيري هيلثي، ما فيهاش حاجه مش هيلثي. اوكي، ممكن احط اليوجرت اللي هي الجريك يوجرت، الزبادي الجريك اليوناني، نفس الكلام، احط معلقه كبيره مع العسل، مع كميه من العسل، واضيفها عليها، ازود شويه من النتس. كل ده، دي وجبه كامله متكامله، يعني وان قطعه واحده بس للولاد اللي هم في سن الابتدائي تكفيهم. القرفه حلو كمان ازودها عليها، ازود النتس. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.